بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي ندي شكل او ماتيريال للمناظر اللي موجوده في الموديلنج في برنامج نافيسوركس. في برنامج نافيسوركس الاظهارات القديمه كان عندي حاجه واحده بس اللي هي البريزنتر، تمام. وواحده واحده اوتوديسك لما اشتريت البرنامج بدات انها تدخل الاوتوديسك ريندر، فبقى عندي الاختيارين دول في 2014. بس في 2015 لا قلنا لغينا البريزنتر وساب لي بس الاوتوديسك ريندرنج، تمام. فهو المستقبل الاوتوديسك ريندرنج زي ما المهندس احمد القاصي كان قال الموضوع ده زمان، ان هو ده المستقبل. هو ميزته ان هو بيعتمد على نفس الخامات اللي موجوده في 3 دي ماكس واللي موجوده في الريفيت. فلو انت حطيت الخامات مظبوطه هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل وبسيط ان انت تشتغل على دوت او تشتغل على دوت، او لما تحط في الخامات في 3 دي ماكس منتهش منك لما تيجي تدخلها في قلب النافيسوركس، او لما تعمل خامات في الريفت منتهش منك وانت حافظها في 3 دي ماكس او في النافيسوركس، ما تضطرش ان انت تعيد الخطوات تاني، تمام. هي المكتبه بتبقى ثابته والخامات بتبقى ثابته واسماء ثابته، فالموضوع بيبقى سهل جدا ان انت تبدا تشتغل عليها. البريزنتر هنبدا نشوفه. متقسم اسلوب بسيط جدا، وده خلاص يعني مجرد بس نشرحه بسرعه. هنا بتلاقي الماتيريال، تبدا تشوف ايه الماتيريال اللي انت عايزها. يعني مثلا عايز جلاسز، اقول له انا عايز الازاز دوت، ممكن تروح سحبه، ده تعديل، ممكن تروح سحبه مثلا حاطه على الجزء دوت، تمام. فبدا يبقى شفاف معايا. ممكن تقول له انا عايز مثلا ديت، تحطه هنا كده، تبدا تحط مثلا في الجزء دوت، تدوس عليه هنا مرتين، تبدا تظهر لك القايمه دي، تبدا تشوف هل انت مثلا عايز تغير الكلر شويه، طب عايز تغير تفتح تظلم شويه، ممكن تشوف ايه الماتيريال اللي انت عايزها وتحطها في ماي ماتيريال. ممكن تعمل دوبلكيت من حاجة وتعمل لها ايديت، ممكن تعمل لود باليت، ممكن تسيف اي حاجة انت عايز تفاد تبقى عندك واحدة تانية، تمام. فدي الماتيريال، وعندي هنا كمية كبيرة جدا من الماتيريال. في ست حاجات ستاندرد، حاجات تمبليت، وفي الزراير في كذا نوع، في الميتال كذا نوع. فهي مكتبة ضخمة وكل حاجة، مفيش اي مشكلة خالص. هي الفكرة كلها إن خطوة خطوة أوتوديسك مش تعتمد عليه. وحتى شخصيا أو الناس كلها لما كان إدانا الاختيارين دول كنا على طول بنختار أوتوديسك ريندرنج، لأن هو بيسهل علينا شغل كتير، بحيث لو حاجة موجودة في 3 دي ماكس تيجي هنا ما بتحتاجش جهد، تمام. طبعا لو أنت في 3 دي ماكس كنت مختار الخامات بتاعت الفيري، تيجي هنا مش متظبطة فهتضطر تبدأ تعدل فيها شوية. اللايتنج، ده اللايتنج اللي موجود في المكان، تقدر تطفي زي ما انت عايز، تمام. تقدر تشوف انت عايز ايه اللايتنج اللي موجود، ممكن تعدل فيه، ممكن تضيف انت اي حاجه انت عايزها للمكان بحيث ان انت تنور اكتر. عندك كذا نوع، النوع اللي هو البوينت والسبوت. البوينت كان حاطط نقطه واحده، السبوت ده اللي هو دوبل مكان لمكان تاني. السبوت ده تقدر تقول زي ايه، زي حط انت مثلا اللمبه اللي موجوده في قلب الغرفه، تمام. السبوت ده حاجه زي الكشاف. الار بي سي ده كان بسبب كتير قوي في 3 دي ماكس، بس بدا الاعتماد على الدي ال، او كان بيعتمد من ان انت تحط صوره قريبه من 3 دي بتعمل لها زي لما يجي تعمل لها ريندر بتبدا تظهر 3 دي، وبرده موجوده في الريفت كتير، بس اغلب الناس بدات تتجه انها تستخدم فعلا حاجه 3 دي. الاول كنا بنستخدمها على اساس ان احنا نخفف شويه على كارت الشاشه او السرعه بتاعت البروسيسور وكده، بس هي خلاص الاجهزه بقت تستحمل وبقت كويسه، فما بقناش بنحتاج كتير، بقينا ندور على الحاجه الاكثر واقعيه، تمام. الايفكت دي شويه مؤثرات، ممكن مثلا تحط باك جراوند زي كده، تمام. طبعا تبدا تظبط الشكل بتاعك بحيث انها ايه ما تبانش ان المبنى بتاعك بيغرق او غير متناسق مع الخلفيه بتاعتك. في سكاي، كذا سكاي موجوده،
تمام. كان ده بقى ايه عايب في قلب السحاب والحاجات ديت. ممكن تعمل روتيشن للمشهد بالشكل ده. بعد المؤثرات تبدأ انت بقى تشوف ايه الانسب ليك او انسب للمشروع. ده الرندر، اعدادة الرندر تحتي، عايز انت هاي كواليتي ولا لو كواليتي. تبدأ تظبط الاعدادات اقرب للتخيل بتاعك واقرب للحاجة المطلوبة منك. بعد كده بقول له رندر، يبدأ يرندر. تمام. التكستشر سبيس، لو انت عايز الخامة معينة، لو انت مثلا عامل سيلكت على خامة معينة، عايز الخامة دي تظهر على شكل بوكس ولا بلان، شكل مسطح ولا سلندر ولا سفير. الرولز دي ممكن نعملها ازاي. انا مثلا مسمي، بقول له ايه، شوف لي الماتيريال اللي ليها نفس الاسم وفي لير موجودة في البلان بنفس الاسم، حطهم على بعض. يعني انا عامل لير مثلا مسماها نحاس، يبقى اي حاجة اي برزنتر اسمه نحاس هينزل على الخامة دي. فده اسلوب بيسرع معايا ان انا لو انا عايز اعمل ماتيريال كلها مرة واحدة. نفس الفكرة دي برضه احنا كنا شفناها في التايم لينير، كنت بقول له قاعدة. يعني كان في عندي هنا اداة اللي هي اوتو اتاش يوزنج رولز، كنت برضه نفس الفكرة، كنت بقول له شوف لي لو في اي مهمة في برنامج البرامافيرا واخدة نفس الاسم اللي موجودة في الريفت، حطهم مع بعض، خليهم الاتنين زي بعض. الموضوع ده بيبقى بيساعد كتير جدا في الشغل لو الشركة ماشية بكونسبت أو بنظام معين، فنفس الأسامي اللي كانت موجودة في البرامافيرا هي اللي موجودة في الريفت، هي اللي موجودة في 3D ماكس، هي اللي موجودة في نفس وركس. ده بيساعد كتير أوي في الشغل. تمام. إذا إحنا منظمين الشغل ومتفقين على أسامي معينة وقواعد معينة، ده بيساعد كتير أوي في الشغل. تمام. فهو زي ما أنت شفت البرزنتر مفيش أي حاجة خالص، مفيش أي مشاكل، بس هو الفكرة ان هو مبقاش معتمد عليه. تمام. فهتقعد تشتغل عليه، وزي ما انت شفت 2015 مبقاش موجود، اكيد 2016 اللي هينزل كام بعد كام يوم ان شاء الله برضو مش هيبقى موجود فيه. فخلاص حاول قدر الامكان اتجه للاوتوديسك على طول. انا بس بدأنا بيه وشرحناه بسيط على اساس ان في ناس شغاله ب 2013 و2014. تمام. تعالى نروح لاوتوديسك رندر. تمام. ايه الفكره بقى في اوتو ديسك رندر؟ هو سهل جدا ومفيش اي مشكله خالص. هو تقريبا نفس الفكره اللي موجوده في البرزنتر. انت بتبدا تحدد انهي لقطه اللي انت عايز تاخدها. مثلا عايز تاخد اللقطه ديت، ممكن تقول له اعمل رندر على طول، او ممكن تقول له عايز استخدم الخامات بتاعه الاوتو ديسك رندر. تمام. فبتيجي عندي هنا الخامات دي، الماتيريال كانت موجودة. ممكن اجي هنا دي المكتبة بتاعتي. المكتبة مبقاش فيها، بيبقى فيها كل حاجة. ممكن تقول له انا عايز احمل حاجة جديدة، تفتح ملف يكون مكتبة جديدة موجودة، تكون انت محملها من على النت بامتداد ADSKLIB. موجودة كذا مكتبة، في ناس بتعمل مكاتب خاصة بيها. هنا بيبقى موجود فيها الخامات اللي موجودة في المشروع، بس الخامات المستخدمة في المشروع دوكمنت ماتيريال. ممكن انا اكون حاجه من دول عجباني وعايز اضيفها، باجي هنا واروح قايل له اسنت سيلكت، هتظهر معايا هنا وهتظهر معايا في العنصر دوت. او ممكن اقول له طلعها لي في قلب المكتبه. تمام. اد ماتيريال تو دوكيمنت، خلاص هيضيفها لي هنا بحيث ان انا برضو اقدر اعمل اصلا. ممكن تسحب وتروح حاطط الماتيريال بالشكل دوت. تمام. اي ماتيريال شايفها بتسحبها، ده سيلينج فينش، تسحب وتروح حاطط في قلب المشروع. او ممكن تكون انت معلم على المشروع وتقول له اساين لي الحاجه اللي انا عايزها، اساين للعنصر دوت، اساين تو سيلكشن. ممكن تكون انت مثلا محدد كل الاعمده او كل الوول هنا في المشروع، هتيجي هنا بكل بساطه تقول له اساين تو سيلكشن. فده هيسهل عليك الشغل. لا انا عامل تراجع لان ده انا مش عايزه، مجرد بس نشرح الفكره العامه اللي ازاي الواحد يعمل ماتيريال. تمام. ده الماتيريال مابنج، تكون تحدد العنصر الماتيريال اللي هي موجوده. تمام. بحيث ابدا اشوف زي ما شفنا في البرزنتر، هيجي على شكل مربع ولا شكل دائري ولا ايه الشكل اللي انت عايز تختاره.
اللايتنج دي الاضاءات اللي موجوده في المشروع، ممكن تطفي اي لايتنج انت عايزه، وممكن تضيفه وتبدا تشوف هل انت عايز تسميه اني اسم، نوعه، عايز تغير في النوع بتاعه، هل هو اون ولا اوف. طب وعايز تأثير معناها اكتر لو لغينا الشمس. طب وهو لما تيجي تعمل انتر environment ده البيئة نفسها، ممكن تفتح الشمس من هنا او تفتحها من هنا. تمام، خلينا نرجع للايتنج. عايز اللون بتاع اللايتنج يبقى عامل ازاي؟ تمام، هل انت عايز اللون اللامب كولر دوت ولا عايز تدي لون تاني؟ عايز تعمل لايتنج جديد، هاجي من هنا اقول له كرييت لايت، واقول له مثلا انا عايز بوينت، وتبدا تشوف عايز تحطها فين مثلا هنا، وتقدر تعمل لها موف. تتحرك زي ما انت عايز بحيث يديك تأثير اللي انت عايزه. وتقدر من هنا تحدد الفيكتور اكس واي وزد. لو جاز بس بيهنج شوية الانفيرومنت، هتحدد الشمس تبقى موجودة فين، وحجم الديسك سكيل بتاعه قد ايه. انت عايز بعد كده من سيتنج بنبدأ نشوف هل انت عايز لو كواليتي ولا ميديم كواليتي ولا هاي كواليتي حسب درجة الجودة. كل ما بزود الكواليتي كل ما بياخد وقت اكتر في عمل الريندر. ممكن كافي بريك ريندر، ده يعني بتعمل ريندر سريع في حدود 10 دقايق. لانش بريك ريندر، الكافي بتاخد 10 دقايق بتاكل تشرب قهوة، اللانش ممكن مثلا ساعة. الاوفر نايت ده تقريبا في حدود 720 دقيقة. تمام، انت تحدد اني واحدة فيهم حسب الريندر انت عايزه. الاول ابدأ لو كواليتي، شوف المنظر هل في حاجة مش مظبوطة عايزة تتظبط، لقيتها تمام ابدأ قول له ميديم كواليتي. نفس الخصائص دي اللي هي لو رحنا للرندر ريتريس هتلاقي نفس الاختيارات ديت، وهتلاقي كاستم. تمام، كاستم تبدأ بقى تحدد من هنا مستوى الرندر. ممكن تقول له لا انا مش عايز، المهم عندي الوقت، انا عايزك تعمل لي رندر مثلا في 50 دقيقة عشان اسلم المشروع. اللايت كواليتي سيمبل ولا بيزك ولا ادفانسد. النمرك، تمام، فهي اعدادات تحتاج ان انت تجربها. وبعد كده بقول له ري تريس، بيبدا يعمل ريندر. اول ما احس، طبعا هياخد وقت كتير، اول ما احس ان هو كده خلاص كويس بروح موقفه. تمام، وممكن اقول له صدر لي الصوره ديت، بيصدرها بي ان جي او جي بي جي او بيت ماب. وممكن من اوتبوت ابدا اختار هل انا عايز اسطر الحاجه بتاعتي. خلينا نوقف الرندر خالص. تمام، هل انت عايز تصدر ايمج؟ هيسالني على الفورمات اللي انت عايز تصدر فيه، عايز تستخدم انه نوع في الرندر، طبعا الفيو بورت العادي، ولا عايز تستخدم الاوتوديسك بالماتيريال بتاعت الاوتوديسك. لو احنا كنا 2014 تلاقي الاختيار الثالث موجود معانا. عايز الابعاد الصوره قد ايه؟ تمام، ممكن تقول مثلا 700 في 500. المدى اللي انت ليسنج اللي هي التنعيم بتاع الحاجة، كل ما زود هتكتر معاك الوقت. تمام، ممكن اقول له انيميشن، يبقى انا كده هصدر لاما صورة لاما ممكن اقول له اي في اي فيديو. تمام، ممكن هنا اقول له انا عايز نسبة كام لكام، مثلا 16:9. هنا بيهتم، هنا بيتكلم في النسبة. تمام، هنا كام فريم في الثانية، عشان انا مختار، لو انا مختار الفيديو بالذات هيبدأ يقول لي كام فريم في الثانية. تبدأ تشوف كل ما تزود عدد الفريمات في الثانية كل ما الانتقال من فريم لفريم هيبقى أسرع شوية. تمام، وبعد كده بتقول له اوكي، فيبدأ يصدر لك الفيديو. بيقول لي انت current animation، مفيش animation،
تمام. اقول له مثلا تايم لينير، يبقى انا كده هصدر التايم لينير ب الريندر اللي هو الاوتوديسك. يبقى انا كده عرفت ازاي اصدر التايم لينير بشكل كويس ان شاء الله.